العد العكسي لتصعيد التحركات في بلدة برلياس بدأ، فالسكوت عن المجزرة جراء تلوث نهر الليطاني لم يعد مسموحا وفق تعبير أهالي البلدة، خصوصا وأن كل عائلة بات لديها إما متوفى أو مصاب بالسرطان. طلع عنده سرطان على شريان المرارة تبع الكبد. حاولنا عملنا عملية ديفرزيون للتحويلي تبع المصران تبع المرارة، ما توصلنا لنتيجة. عاشت تقريبا شي 11 شهر بعد منها وتوفيت الله يرحمها. هلا هن بيت اهلي ملاصق للنهر، يعني على مجرى النهر مثل ما بيقولوا، واكيد ان هالمواد الكيميائيه اللي عم بتصب المعامل زائد المجارير عم تتفاعل بمجرى، هو مجرى من مجاري نهر الليطاني هذا على حدود زحله، حدود اراضي زحله، له دور كبير بهذا الموضوع، لانه ناس كثير على بيوتها على ما على محاذاه نهر الليطاني تعرضت لنفس الموضوع. نحن بنناشد من هذا الموقع، مش مشان اختي بس، مشان هلا ببرلياس عندنا وفيات تقريبا شهريه بهذا المرض. هو اقتراح قانون كان طرحه ابن البلدة النائب عاصم عراجي، يرمي إلى تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع في قطاع المياه المبتذلة. اقتراح قانون وقع عليه جميع نواب البقاعين الأوسط والغربي، كلفته تتراوح بين 225 و250 مليون دولار، ووافقت عليه لجنة الأشغال العامة. هذا بيلحظ إنشاء شبكات لكل الضيعة اللي مارقة على، لأنه عندك 170 كيلومتر طول النهر الليطاني. مفروض هلا مش ماء العمار هو يبتدي التلزيمات والمناقصات. هلا في شغلتين ممكن ينعملوا على السريع، فانت لما بتيجي تمشي محطه زحله، يعني انت عم تمنع التلوث اللي جاي كمان لمدينه زحله، المحطه خالصه، الشبكات كلها معموله. وهلا في عندي اجتماع خلال الاسبوع هذا، يعني تم الاتفاق انه يكون الاستاذ نبيل الجسر ونحن نواب الباع مع الاستاذ نبيل الجسر، مش انه بدنا نعرف ليش هالمحطه بعد ما شغلتوها. النقطه الثانيه، المفروض وزير الصناعه يبلش ياخذ اجراءات بحق اي مصنع مش عم بعده عم يكب بالنهر، لانه هاي فيها مواد زيبق، في رصاص، في نحاس، في كل هالمواد المسرطنه. احد الاطباء الذين عاينوا مرضى السرطان ماذا يقول في هذا الملف؟ طبعا في زياده بالامراض اللي عم بالعدد اللي عم شوفه انا بالعموم، ولكن هذا لا يعني انه في زياده اذا بدنا ناخذها على صعيد المنطقه، لانه ممكن مرضى يجي لعندي يروح لعند غيري، يعني ما في بدون وجود سجل، بدون في شيء رسمي، ما في يقول في عنا انطباع انه في زياده بالاورام بالعدد اللي عم شوفه انا. في اكثر شيء امراض الثدي عند النساء، في امراض الكولون المصران، في امراض الرئه والبروستات. ويبقى للأيام القليلة المقبلة كلمتها على صعيد اتصالات وتحركات المعنيين علها تنهي هذه الكارثة الوطنية.